السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو تعرفون عن نظام الأوتو فوكس بكاميرا Z50؟ كاميرا Z50 تستخدم نفس نظام الأوتو فوكس بكاميرا Z6 والZ7. كاميرا Z50 مزودة بمستشعر CMOS من نيكون، الذي يعمل مع نظام الفوكس الذي يساعد على التقاط الأهداف المتحركة بسهولة من خلال استخدام 209 نقاط فوكس. تسمح لك ميزة الأوتو فوكس لاكتشاف العيوب واكتشاف الحيوانات في كاميرا Z50، بتحديد العين التي يجب التركيز عليها حتى أثناء وجود مشاهد ذات عيون متعددة، ومن خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، مما يجعلها مناسبة لتصوير الحياة البرية. كما يمكنك تحديد الفوكس بالضغط على الشاشة وتحديد الهدف،